من أين لك هذا السلاح؟ أين تدربت؟ ومن علمك التنظيم؟ أعداء الحوثيين يقولون إنها إيران وهذه بصمات حزب الله. أما هم فتلمع عيونهم إذا ما ذكر اسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. يحبون إيران؟ نعم. يؤيدون حزب الله ويعشقون سيده؟ طبعاً. لكن لسان حالهم إنها علاقة روحية، وسلاحهم لتبرير ذلك أن موقعهم الجغرافي لا يتيح التواصل لا مع إيران ولا مع لبنان. هنا يظهر لديهم بأن هناك أجندة خارجية وهناك تمويل خارجي وهناك دعم خارجي وإلى آخره، مع ظهور العجز، مع يعني الهزيمة التي يمنعها في الميدان، ما الذي مبرر إلا أن هناك أجندة خارجية وهناك تمويل خارجي هروبا من واقعهم، هروبا من يعني مبررات للهزائم التي يمنعها. لكن شنو العلاقة اللي تربطكم بإيران وبحزب الله؟ علاقة روحية فقط لا غير، علاقة ثورة على الظلم، مش ما هناك أي رابط، لأن دائما وكرر في عدة لقاءات لاحظها مع كثير من الشخصيات الاجتماعية والسياسية المقتنعة بالمظلومية على الناس، هذا بيطرح اطروحات دائما مقنعة وحقيقة، بمعنى انه مثلا صعدة لا البحر لا يوجد لديها مواني، لا يوجد مواني، لا يوجد علاقات، يعني بتكون المنطقة محاصرة كليا بكل ما تعني الكلمة، وارتباطات الارتباطات الخارجية سواء البر البرية أو الجوية أو البحرية لا يوجد لدينا فيها خيط على الإطلاق من أين يعني من الأرض. بيتهمونا بإيران وإحنا بينا إحنا وإيران مسافات ومراحل، ولا لا يعني نوصل عندنا ولا يوصل عندنا ولا يستمد منا، احنا معتمدين على الله وعلى انفسنا ودخلنا ولا معنا مادة لا من ايران ولا من غيره. هم عارفين هم بلاديه كلها دعايا سياسيه على اساس انه يضربوا ذولا انهم عملاء لايران وانما يستمدوا من ايران، ولا المطارات والموانئ والبر والبحر والجو والكل بيدهم، هم عارفين بلاد كلها دعايا سياسيه يطبقوا ما يشتوه وينفذوا ما يشتوه. لكن لا تحصلون على تمويل خارجي إن كان بيتي وإن كان عتاد عليك؟ أبداً لا تمويل خارجي ولا حصل معنا من أي دولة سواء إيران أو غير إيران، ولا من أي ولا حتى الحوزات هذه بيدي علي عبد الله أنه بيجيها من حوزات إذا لم يكن من الحكومات، أما من حزب الله ولا من إيران فمن الحوزات، وهذا كلمة كاذبة وافتراء، ولا من حوزة ولا من أي واحد، أتحدى أي واحد يقول إنه بتدخل لنا ريال من أي مصدر من برا من خارج. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لا شك في أن الحوثيين على درجة عالية من الالتزام الديني، تقاليدهم وعاداتهم صارمة، فنساؤهم لا تخرج من المنزل لتقاتل أو تتظاهر أو تمارس نشاطاً جهادياً معيناً، يتزوجن باكراً ويقبلن تعدد الزوجات عن طيب خاطر لا بل ويدافعن عنه. في إيمانهم يقولون إنهم يؤمنون بالإمامة لا بالمرجعية، ولا يقبلون بالاجتهاد، يلتزمون أوامر السيد من دون أي اعتراض، وعلى سبيل المثال للحصر عندما أصدر السيد عبد الملك الحوثي تعليمات بمقاطعة التدخين التزم المجاهدون من دون استثناء بالقرار. التزام ربما يخيف الأعداء. كل المواطنين متشوقين للمجاهدين جميعا في أي منطقة نصل إليها، إن المجاهدين يعاملوهم معاملة دينية باحترام بأخلاق، يعالجوهم يهتموا بهم يساعدوهم في بناء بيوت لهم، يساعدون في أشياء يعني كثيرة في كل منطقة نصل إليها، يساعدوننا ويتعاونوا معنا بكل ما يستطيعوا كل المواطنين. يعني ما واجهتوا مشاكل مع المواطنين؟ لا ما واجهنا أي مشكلة مع المواطنين من مرة، يعني الناس طيبين، وأيضا من قبل أنهم عانوا من الجيش اليمني، يعني عندما قدموا المجاهدين كان هناك فرح كبير جدا في نفوس المواطنين.
صحيح أن الحوثيين لا يفصحون عن أي تعصب ضد المذاهب الأخرى ويصلون في المساجد جنباً إلى جنب مع أبناء المذهب السني، إلا أنهم لا يرحمون خصومهم والأعداء. في هذا الفندق كان عدوهم في المدينة يدير بحسب الناطق الرسمي عمليات فساد وفسق ومجون. عندما عادوا إلى صعدة هكذا كان العقاب. طبعاً الفندق كان تابع للشيخ عثمان حسين فايد مجلي، بني على أراضي في أوقاف، وكان رمز للفساد في محافظة صعدة. يعني الفندق عندما دخلوه المجاهدين وجدوا فيه ما يقارب من 25 كرتون خمر بالخمور، كذلك كان توجد فيه غرف خاصة لممارسة الفاحشة، فيه أشياء كثيرة جدا، وأصبح رمز ومعلم للفساد في المحافظة، وأيضا بني على أموال محرمة هي تعتبر من أموال الوقت. ولكي يسقط هذا الصنم يعني تم تفجيره ليبقى يحصل اليأس لدى كل من يريد أن ينشر الفساد في المحافظة ألا بقاء للفساد هنا على الأطلاق. مصائب علي عبد الله صالح منافع في صعدة. بعد حروب عدة كانت المحافظة تعيش في ظل اتفاقية الدوحة، وبعد الحرب السادسة في كنف توازن رعب يهدد بسابعة عند كل مفترق حتى اندلعت الثورة. نيرانها اجتازت الطرق الوعرة وصولاً إلى المحافظة المنتفضة على النظام منذ سنوات. هنا يفخر الحوثيون بأنهم بادروا يوم غض الجميع الطرف وتحدثوا يوم سكت الجميع، إلا أن أبناء السلاح وضعوا السلاح إياه جانباً، نزلوا إلى ساحة التغيير في صنعاء مسالمين، وهناك كان الامتحان الصعب وجهاً لوجه مع من حاربهم لسنوات، اللواء علي محسن الأحمر. طب علي محسن، هلأ أنتوا وياه شركاء بالثورة؟ الآن بالنسبة الآن احنا رحبنا بالانضمام شروط، لكن لدينا تحفظ، وهو إذا أراد علي محسن الأحمر أو غيره من القادة العسكريين الانضمام إلى الثورة أن يبرهن على مصداقية الانضمام. البرهنة كيف تكون؟ أن يقدم اعتذار إلى الشعب اليمني عن الماضي الأسود الذي كان فيه يدا إجرامية ظالمة لهذا النظام لعلي عبد الله صالح وأركانه. هو باعتبار علي محسن هو قائد المنطقة الشمالية الغربية، وأغلب الألوية هي تابعة للفرقة الأولى من درع في صعدة. بهناك الأمن هو مستقل عن الفرقة طبعا، لكن الكل عايشين في صعدة، وصعدة بالنسبة لأبنائها في فترة من الفترات أصبحت أرض ملتهبة، ولدت عند الجميع تقارب، ما عاد هناك فرقة ولا هناك حرس جمهوري ولا هناك باعتبارات تفريعات الجيش أو الأمن، ما هناك عاد اعتبار لهذا الشيء. الكل دخلوا في ثورة شعبية ومنخرطين ضمنها ومعلنين تضامنهم معها، سواء للأمن سواء للجيش جميع تفصيلاته، وكان لا أثر طبعا بالنسبة للأمن. غالب المعسكرات أو الألوية الموجودة وهي 6 ألوية تصعد الآن هي تابعة للفرقة الأولى. يعلن ثوار صعدة أن نياتهم ليست انفصالية ولا عدائية، لكنهم يضعون الكرة في ملعب ثوار فبراير. الآن يعني احنا قدمنا تضحيات كبيرة، وبدل ما كان الخروج يعني في البداية بيخرجوا بالآلاف إلى الشوارع معتصمين أو متظاهرين، نحن أخرجنا طيلة 6 سنوات ما يقرب من 3000 شهيد بدلا من 3000 متظاهر. يعني احنا الآن دفعنا الضريبة أكثر من الآخرين مسبق، دفعنا الضريبة مسبق، ولا يعني ذلك أن نريد أن نرقى على أكتاف الثوار وعلى أكتاف الشباب، لا، نحن سنقف سند وداعم لهم يعني لكي تتحقق أهداف هذه الثورة ومطامح الشباب والأهداف التي يطالبون بها وينشدونها. لا هناك انفصال، لا هناك قاعدة، لا هناك ما يخوف الدول الجوار والغرب والمقدية. لو ما علي عبد الله جالس إنه باير، هذه ما هي إلا سياسة من علي عبد الله على أساس يساعدوه ببقاه، ولا في الشعب بيتمل وبيتضال وبيعرفه، ويمكن إنه مجرد ما يخرج يصلح
الوضع احسن واحسن الف مطر بعمل استقرار ولا احسن بنا ما يخلق ان شاء الله. هل توافقون يعني على ما تطرحه الثوره من مبادئ من مطالب على الاقل؟ احنا بالنسبه لنا مطالبنا واضحه مطالبنا واضحه وكتربة ما رجع يحصل لانه ما في دالحين نبدا نحكم على كيف بيكون الوضع كيف انه بعد ما يرحل على الطول. لكن كل الناس معهم مشروع يقدموا به وما يحصل ان شاء الله. يعني هل توافقون على مبدا الدوله المدنيه؟ الدوله المدنيه ضروري، اما الدوله العسكريه خلاص انتهى. كانت الحركه الاقتصاديه ضعيفه جدا قبل الثوره وقبل دخولنا، فنلاحظ الان من بعد الثوره والذي مرت حدود 16 يوم نلاحظ نهضه اقتصاديه في خلال تلك الفتره البسيطه. تلاحظ الناس والتبادل التجاري، يعني كان كل ايرادات الدوله موقفه. فالان بدات منذ خمس ايام ست ايام بدات الايرادات تنمو بشكل غير عادي. بدات الحركه الاقتصاديه يعني لا يعني لو ادي لك بارقام ولو الوقت متسع واعطيك الارقام الذي كانت قبل الثوره كيف كانت والان كيف النمت كان يعني تعرف الفارق الكبير. النمو الذي حققناه في خلال فقط هذا الاسبوعين لا يصدق. اذا كانت الثوره سليمه على حسب توجهها الان ولا استطاعت اي جهه سواء من الداخل او الخارج الالتفاف عليها واخذ النصيب الاكبر في نتائجها، هذا يعني من الايمان القائم لدينا بنسبه 100% بانه لا يستطيع احد من تغيير الواقع ولا اعاده الماضي الى ما كان. يعني التخوف من انه احد ياخذ يلتف على الفكره. في هذه الحاله اذا كان هناك التفاف فالاستعداء الاجنبي هو قائم طبعا باستمرار، لانه ولن ترضى عنك اليهود، قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما كانت النتائج لابد من استهداف يعني، والاستهداف حتى ولو كانت هناك قياده حكيمه وسليمه وراعيه لخيرات الناس لابد من الضغط عليها باي طريقه. الاتي على صعدة قد لا يكون الاصعب لكنه حتما الاكثر غموضا. بينهم وبين شركاء الثورة تاريخ من الدماء، بينهم وبين شركاء في الوطن عداء عقائدي ديني عصي على الحل وعلى حدودهم، يربض جار لا يأمنون جانبه، معه يدهم دوما على الزند، عيونهم ترصده ليل نهار، قلوبهم تشعر أنه لا يضمر خيرا، وعقولهم تدرك أن تلك الحكاية بين الجيران الأعداء لم تدمغ بعد بكلمة انتهى.